بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات سباقات الأجن العربية الأصيلة. متابعينا الأعزاء، انطلاقة شوطنا الرابع للقعدان الثنايا لشعارات الإنتاج والمنتجين. متابعينا الأعزاء، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات على أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع المركز الأول، مصدع لطالب بن حمد بن عبد الله بن شعيل، من يقدم لنا مصدع على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني الأسماء وثاني النداءات، من يتقدم على مستوى الثاني، يتقدم وينطلق. المركز الثاني، من يتقدم؟ دهام على ثاني الأسماء بشعار محمد بن سعيد بن محمد بن قحيز، من يقدم لنا دهام على ثاني الأسماء وثاني الشعارات، من يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث الأسماء وثالث التحديات، من يتقدم من الجانب الآخر، ينطلق على ثالث الأسماء، ينطلق ويتقدم الفهد لجابر بن عبد الله البريدي المري، من يقدم لنا الفهد على ثالث الأسماء. المركز الرابع، رابع التحديات ورابع المنطلقين، من يتقدم مع المركز الرابع، يصل ويتقدم على رابع الأسماء، منصور محمد بن ناصر بن محمد الجفال النعيمي، من يقدم لنا منصور على رابع الأسماء. خامس التحديات، خامس المنطلقين على خامس الأسماء، يصل ويتقدم على المركز الخامس، يصل رعد لعبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة. هكذا متابعينا الأعزاء نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. صاحب رقم واحد، من يتقدم؟ مصدع لطالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل، من يقدم لنا مصدع على المركز الأول، على أول الأسماء وعلى أول الشعارات. ثاني الأسماء وثاني التحديات، يصل وينطلق على المركز الثاني، يتقدم من الجانب الآخر. يصل الفهد لجابر بن عبد الله بن شينان البريدي المري، من يقدم لنا الفهد على ثاني الأسماء. المركز الثالث، يصل ويتقدم على ثالث الأسماء، رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة، من يقدم لنا رعد على ثالث الأسماء. رابع الشعارات ورابع الأسماء، يتقدم من الجانب الآخر، يصل ويتقدم منصور محمد بن ناصر بن محمد الجفال النعيمي، من يتقدم على رابع الشعارات. خامس الأسماء، خامس التحديات، يصل دهام محمد بن سعيد بن محمد بن قحيز على خامس الأسماء. نداؤنا الثاني للخمسة المراكز المتقدمة، أتممناه على مسامعكم، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. مصدع على المركز الأول، طالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل، من يقدم لنا مصدع على أول الأسماء، على أول الشعارات، من يتقدم ويقدم لنا مصدع. المركز الثاني، رعد، رعد يا رعد، رعد من يتقدم مع المركز الثاني، عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة، من ينطلق على ثاني الشعارات. المركز الثالث، يتقدم وينطلق الفهد لجابر بن عبد الله بن شينان البريدي المري، من يقدم ويتقدم على ثالث الأسماء. المركز الرابع، منصور محمد بن ناصر بن محمد النعيمي على المركز الرابع. خامس التحديات، خامس الأسماء، دهام محمد بن سعيد بن محمد بن قحيز على خامس الأسماء، من يتدخل ويغير مع المركز الرابع، ويصل أيضا ويتدخل الخروف لسعيد بن مبارك بن سالم العمري على خامس الأسماء، من ينطلق على خامس الشعارات، ولكن أعود مع المركز الأول. مصدع لا زال مسيطر مع المركز الأول، طالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل، من يقدم لنا مصدع على أول الأسماء، على أول الشعارات، من ينطلق على أول الأسماء. المركز الثاني، ثاني الأسماء، الخروف، الخروف
معروف غير مع المركز الثاني بشعار سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري من يقدم لنا الخروف، وأيضا يصل محلل حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي من يغير من دوره من المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني، ويستلم زمامي هذه الأمور من يتقدم مع المركز الأول. المركز الرابع يصل ذيبان مع المركز الرابع صالح بن عمير بن عرار الرمزان النعيمي من يقدم لنا ذيبان على رابع الأسماء، خامس التحديات، خامس الأسماء، خامس الشعارات، يتقدم منصور محمد بن ناصر بن محمد النعيمي من يتقدم على خامس الأسماء. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، محلل على أول الأسماء، على أول الشعارات بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي من يقدم لنا محلل على أول الأسماء، من يتقدم ويقود هذه الجموع على أول الشعارات. مصدع مع المركز الثاني طالب بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل من يتقدم على ثاني الأسماء، وأيضا يصل العاصي مهنا بن حسن بن محمد النعيمي مع المركز الثاني من غير بدوره إلى ثاني الأسماء، وأيضا يتقدم شعار العمري على ثالث الأسماء من يقدم لنا الخروف سعيد بن مبارك بن سالم العمري على ثالث الأسماء. رابع الشعارات، رابع التحديات، يتقدم عز مع المركز الرابع محمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح على رابع الأسماء من يقدم لنا عز على المركز الرابع من يغير بدوره إلى المركز الثالث. المركز الخامس رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة من يقدم لنا رعد على خامس الأسماء. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة، العاصي مع المركز الأول، العاصي مع البداية مهنا بن حسن بن محمد النعيمي من يقدم لنا العاصي على المركز الأول من يتقدم على أول الأسماء. المركز الثاني يصل ويتقدم الخروف سعيد بن مبارك بن سالم العمري على ثاني الأسماء، ولكن وصول وتقدم من عز غير عز مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الرابع يصل رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة على رابع الأسماء. خامس التحديات يصل الطماع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع المركز الرابع غير مع المركز الرابع. المركز الخامس فولاد مع المركز الخامس سالم بن حمد بن جار الله بن جهويل المري من يقدم لنا فولاد على خامس الأسماء. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، مع من غير مع المركز الأول واستلم زمامي هذه الأمور. الطماع مع المركز الأول، الطماع مع البداية، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني من يقدم لنا الطماع على المركز الأول. المركز الثاني عز محمد بن عبد الله بن راشد بن قرح على ثاني الأسماء. المركز الثالث، ثالث الشعارات رعد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة. والمركز الرابع يصل ويتقدم شعار بن جويل على رابع الأسماء، على رابع التحديات فولاد مع المركز الرابع بشعار سالم بن حمد بن جار الله بن جويل على رابع الأسماء. خامس التحديات، خامس الأسماء، وصل الفهد على المركز الخامس جابر بن عبد الله بن شينان البريدي من يتقدم مع المركز الخامس، من يقدم لنا الفهد على المركز الخامس. ولكن أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول، الله يا الطماع، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني من يقدم لنا طماع على المركز الأول، من يتقدم مع المركز الأول، من يقود هذه الجموع، ومن يقود هذه الأسماء، من يتقدم مع الطماع على أول الأسماء. المركز الثاني رعد من يتقدم مع المركز الثاني، وأيضا وصول من فولاد مع المركز الثاني غير مع المركز الثاني، ويتقدم شاهين سالم بن محمد
بن حران الفيدة من يتقدم مع المركز الرابع كي يقدم لنا شاهين على رابع الأسماء على رابع التحديات. الفهد مع المركز الخامس ولكن الوضيحي 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 إبراهيم بن محسن بن سليم بن خوار من يقدم لنا الوضيحي مع المركز الخامس. ولكن أعود مع الإثارة أعود مع التحدي أعود مع المركز الأول. الله يا شاهين سالم بن محمد بن حران الفيدة من يقدم لنا شاهين مع المركز الأول. فولاد مع المركز الثاني فولاد مع المركز الثاني الطماع مع المركز الثالث وأيضا رعد مع المركز الرابع والوضيحي مع المركز الخامس. الله خمسة أسماء خمسة شعارات مراكز واحدة متقدمة على المركز الخامس والرابع والثالث والثاني والأول. ولكن المركز الأول شاهين المركز الأول غير المركز الأول غير الناموس غير 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 شاهين مع المركز الأول شاهين مع المركز الأول فولاذ مع المركز الثاني الوضيحي يتقدم والطماع وأيضا يصل مصدع 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 مع المركز الخامس يتقدم مع المركز الخامس. ولكن 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 أعود مع المركز الأول أعود مع شعار الشهواني. يلا يا الشهواني من يقدم لنا الطماع مع المركز الأول الوضيحي مع المركز الثاني الوضيحي مع المركز الثاني وأيضا يصل شعار بن جهويل على ثالث الأسماء ويتقدم شاهين مع المركز الرابع مصدع مع المركز الخامس. ولكن أعود مع التحدي أعود مع الإثارة الوضيحي مع المركز الأول الوضيحي مع البداية إبراهيم بن محسن بن سليم بن خوار من يقدم لنا الوضيحي مع المركز الأول. الشهواني الشهواني يقدم لنا الطماع وأيضا يتقدم فولاد فولاد وشاهين مصدع خمسة أسماء. الناموس لمن النصر لمن. الله يا الشهواني غير مع المركز الأول استلم زمامي هذه الأمور. من يقدم لنا الطماع الطماع مع المركز الأول الوضيحي مع المركز الثاني فولاد مع المركز الثالث. الله 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 الفولاد 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 مع المركز الثاني. ولكن الشهواني 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 مع المركز الأول الشهواني مع البداية الشهواني مع الإثارة. فولاد بن جهويل قادم مع المركز الثاني مع المركز الثاني الطماع الطماع فولاد فولاد فولاد. ولكن الطماع الطماع مع المركز الأول فولاد مع المركز الثاني. ولكن الشهواني الشهواني غادر بالأمان غادر بالمركز الأول غادر بالتحدي. سلام تحية واحترام لمالك 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 الطماع على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني من قدم لنا الطماع في هذا الشوط واختطف المركز الأول المركز الثاني وصل فيه فولاد. سالم بن حمد بن جار الله بن جويل المركز الثالث وصل فيه الوضيحي إبراهيم بن محسن بن سليم بن سليم بن خوار مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل فيه العاصي مهنا بن حسن بن محمد النعيمي المركز الخامس. وصل فيه عز محمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح. تهانينا والناموس متابعينا الأعزاء لمالك الطماع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. توقيت زمني 13 دقيقة 17 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني وصل فيه المركز الثاني وصل فيه فولاد سالم بن محمد بن جار الله بن جويل 13 دقيقة 18 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث الوضيح إبراهيم بن محسن بن سليم بن خوار. توقيت زمني 13 دقيقة 18 ثانية 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.